أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الحرة: العراق تظاهرات في كربلاء ضد إفلات قتلة الناشطين من العقاب. وجاء في القدس العربي: الاحتجاجات على تردي خدمات الكهرباء تتصاعد، والكاظمي ينأى بحكومته عن المسؤولية. نطالع في المدى سيناريو تأجيل الانتخابات يعود إلى الواجهة من جديد لتمديد عمل الحكومة. ونتصفح في الزمان: وفاة مهندس غزو العراق وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد. وجاء في العربي الجديد: العراق نحو الإغلاق التام مع ارتفاع إصابات كورونا إلى أكثر من 7000 إصابة. ونطالع في الشرق الأوسط، حيث جاء فيها: البرلمان اللبناني يقر البطاقة التمويلية والحكومة تنفذها بقروض البنك الدولي. وأخيرا وليس أخيرا في الخليج الإماراتي نقرأ: مفاوضات فيينا تنتظر حسم الاتفاق النووي مع إيران. أهلا بكم. قالت صحيفة ذا ناشيونال إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة تلهب صيف العراقيين وتنذر بموجة جديدة من الاحتجاجات في ظل تقليل ساعات تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية. الصحيفة أشارت إلى أسباب عديدة لنقص التجهيز والضعف في الطاقة الكهربائية، من بينها الاعتماد على الغاز المستورد من الجانب الإيراني وإهمال المصافي واستهداف أبراج الطاقة وعدم استثمار المصادر الداخلية والاعتماد عليها. وأضافت الصحيفة أن المختصين بالشأن الاقتصادي يستغربون من عدم وصول إنتاج العراق من الكهرباء إلى مستوى 20,000 ميجاوات، رغم إنفاق ما يقرب من 70 مليار دولار على تجهيز الطاقة، مشيرة إلى أن العراق ينتج حالياً 14,000 ميجاوات فقط، بينما يزيد الطلب على 30,000 ميجاوات. وأشارت الصحيفة إلى أن الفجوة بين الإنتاج والطلب في قطاع الطاقة تزداد كل عام مع النمو السكاني، بينما يبدو حجم إنجاز مشروعات الطاقة الكهربائية ضئيلة للغاية، ويجعل العراق يلاحق السراب بلا أفق للحل. وتنقل الصحيفة عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن قضية الطاقة في العراق لا يمكن حلها بين عشية وضحاها أو حتى أثناء ولاية حكومة واحدة، لا سيما حكومة انتقالية مثل الإدارة الحالية. هناك حاجة بالفعل إلى إدارة أفضل، لكن ما يحدث سياسي إلى حد كبير، حيث تقترب الانتخابات البرلمانية في تشرين أول المقبل. وتنقل الصحيفة عن عدد من المواطنين قولهم إن الأموال التي تخصصها لوزارة الكهرباء تذهب لجيوب الفاسدين من خلال إنشاء مشاريع وهمية الغرض منها الحصول على هذه الأموال فقط، وأن تلك الشخصيات المتورطة بالفساد محمية من قبل جهات سياسية وهي من تحكم الوزارة. نطالع في صحيفة الاندبندنت البريطانية، حيث جاء فيها: سلطت الضوء الاندبندنت أيضا على أزمة الكهرباء في العراق، وقالت في تقرير لمراسلتها بيل ترو أن العراقيين يعانون في ظل درجات حرارة بلغت 50 درجة مئوية بعدما أوقفت إيران إمدادات الطاقة بسبب ديون مستحقة. وتضيف الصحيفة أن بعض المحافظات علقت العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بعد أن أوقفت إيران إمدادات الطاقة الحيوية، مما دفع بأزمة الطاقة في البلاد إلى حافة الانهيار. الصحيفة أشارت إلى أن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية، حيث اندلعت احتجاجات ضد النقص الحاد في إمدادات الكهرباء. وتضيف الصحيفة أن ذلك جاء في الوقت الذي تعاني فيه إيران من ضائقة مالية، علماً بأن غالباً ما تلبي إمداداتها من الغاز والكهرباء
ما يصل إلى ثلث احتياجات العراق من الطاقة، وقامت إيران بتقليص الصادرات إلى العراق بشكل كبير، ربما في محاولة لتكثيف الضغط على الحكومة لدفع المبالغ المستحقة. وتشير الصحيفة إلى أن العراق مدين لإيران بالمليارات مقابل الغاز والكهرباء، وأن إيران تعاني من نقص وانقطاع في الطاقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية قوله إن هناك انقطاعاً في التيار الكهربائي يصل إلى متوسط 18 ساعة في اليوم، مما يؤثر على المنازل والمستشفيات والشركات. وأضاف أنه كانت هناك مشاكل من قبل، لكن فقدان الإمدادات من إيران جعل الأزمة أسوأ بشكل كبير. وتضيف الصحيفة أن الحكومة العراقية في وضع سيء للغاية بسبب الفساد والتخطيط العشوائي واستمرار الاعتماد على إيران في إنتاج الطاقة. وتشير الإندبندنت إلى أنه إذا استمر النقص الحاد في الكهرباء فسوف تتكرر موجة الاضطرابات التي حصلت في عام 2018 من جديد، التي أدت إلى استقالة الحكومة آنذاك برمتها. وتزامنت تلك الاحتجاجات مع تراجع إمدادات الكهرباء من إيران بسبب عدم سداد فواتير مستحقة. قبل يوم واحد فقط من مشاركته بالاستعراض العسكري لميليشيات الحشد في ديالة، تحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال حديث تلفزيوني عن طغيان الفساد والفوضى والميليشيات على النظام السياسي القائم. ماجد السامرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الكاظمي لم ينتظر أكثر من 24 ساعة لينقلب كليا على ذلك النقد الجارح، فيندفع في تمجيد الميليشيات بخطابه خلال ذلك الاستعراض العسكري الذي نظم ليبدو أكثر تأثيرا من استعراضات الجيش العراقي في مواسم أعياد تأسيسه. لم يكن الكاظمي محتاجاً إلى هذا التمجيد المفتعل المتناقض مع خطابه العام. هل هو آسف لما كان يقوله قبل 24 ساعة من خطاب الاستعراض العسكري؟ أم أنه لم يجد في ذلك تناقضاً وفق آراء الكثير من العراقيين؟ لا أعتقد أنه نجح في ضبط توقيتات تحوله في الخطاب السياسي والإعلامي في التمجيد المفتعل للميليشيات. كان الأخطر في عبارات التمجيد للميليشيات التي تفسر دعوته خلال حديثه التلفزيوني للاحتواء أنه وجد فيها دوراً مشرقاً يستعيد العراق من خلاله عافيته ومكانته التاريخية في المنطقة، منطق سياسي خطير يثير قلق ومخاوف عرب المنطقة من الأدوار التخريبية لهذه الميليشيات طالما حذرت منه هذه الدول بعد تصاعد هجماتها، وقسم منها انطلق من الأراضي العراقية. دوافع القلق لدى أهل العراق أولاً أن دعوة الكاظمي في خطابه هذا تعيد تأكيد مشروعية استمرار الميليشيات الولائية التي تستخدم عنوان الحشد كغطاء لسجلها الإجرامي بحق شباب ثورة تشرين، وتعطي مصداقية للتفسيرات القائلة بأن خيار الاحتواء الذي تحدث عنه يعني محاولته ترضية تلك الميليشيات لهفوته في اقتياد أحد قادتها للتحقيق وفق المادة 4 إرهاب ثم إطلاق سراحه. وبحسب الكاتب فإن التفسير الوحيد هو أن الكاظمي عقد هدنة تراض بينه وبين الميليشيات بإطلاق يدها في مشروع هيمنتها على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية مقابل تخفيفها من استفزاز الأمريكان عبر استهدافها للسفارة الأمريكية والقواعد العسكرية. إيهاب الوزني، هدد قاتل الناشط إيهاب الوزني ضحيته بأنه سوف يقتله حتى لو بقي من عمره يوما واحدا فقط، لكنه أراد أن يجاهر بنيته قتل إيهاب ليس للبحث عن مبرر يتيح له التراجع عن فعلته الشريرة، وإنما لتوجيه رسالة واضحة إلى ناشطي التظاهرات تنذرهم بمصيرهم إذا ما أصروا على استعادة وطنهم. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العرب الجديد إن الناشط المغدور أدرك أن كل مدن العراق تحولت إلى غابة، وأن اغتيال الناشطين أصبح طقساً يومياً.
توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القتلة الذين أوغلوا في الجريمة وقد توهموا أنهم سيفلتون من قبضة العدالة. انتظرت أم إيهاب 40 يوماً كي يفي الكاظمي بوعده، ولما اكتشفت أنه لا حول له ولا قوة وأن الميليشيات المؤتمرة بأوامر الولي الفقيه هي التي تحكم، حملت خيمتها واتجهت صوب دار القضاء في كربلاء لتحط رحالها هناك في وقفة احتجاج صارخة على القضاء ينصفها، لكنه خذلها أيضاً إذ سرعان ما انقض عليها حماة الأمن وطردوها وصادروا خيمتها واعتدى عليها عسكريون بالضرب، وظلت تقاوم ورفضت أن تتراجع أو تستكين، رمت شيلتها على الأرض مستغيثة برجال العراق كي يثأروا لها من قتلة ابنها، غالبت دموعها وهي تصرخ سيقتلون أبناءنا واحداً بعد الآخر ولا من مغيث. زادت السنة التي قضاها الكاظمي في السلطة من حالات الموت المعلن، راكمت جثث الضحايا وفاقمت مشاهد القتل ومسلسل الخطف والاغتيال، وهو يعد ويتوعد وليس أكثر من ذلك، وأمهات 700 شهيد وزوجاتهم وأخواتهم وأكثر من 20,000 جريح ومعوق حصيلة سنتين منذ تصاعد الحراك الشعبي وهن يعشن على هامش الحياة وينتظرن من يقتص لهن، وعشرات اللجان شكلت للتحقيق تمهيداً لمقاضاة القتلة، لكن الأمر تحول إلى هواء في شبك. ويختتم الكاتب بالقول إن حالات الموت المعلنة باتت تشكل ظاهرة مرضية ليس بالإمكان مواجهتها من دون مشروع وطني يعيد العراق برمته إلى أهله ويؤسس لحكم عادل على أساس المواطنة الكاملة وسيادة القانون، ويقضي على الميليشيات برمتها ويضع السلاح كله في يد الدولة. يوم الجمعة الماضي زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله خطب خطابا عن الوضع الداخلي اللبناني وتحدث عن استيراد النفط من إيران بالليرة اللبنانية تحديدا للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان. هدى الحسين تقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه هذا الكلام يطلع على الناس البسطاء السذج الذين يعتقدون أن الدفع بالليرة يوفر على البلد التصرف بالعملات الصعبة التي تتوافر في المصرف المركزي، أي ببقية ودائع الناس. لابد من التوضيح أن كل ليرة سيدفعها لبنان إلى إيران ستصرف إما من دولارات الناس لدى المركزي الاحتياطي الإلزامي، وإما دولارات التحويلات الواردة للبنان من اللبنانيين لمساعدة أهاليهم، وإما بطبع الليرة ما يؤدي إلى تدهور قيمتها أكثر وأكثر، ففاتورة النفط التي يدفعها اللبناني هي ذاتها سواء كانت لشركة إكسون موبيل أو لإيران، إلا أن نصر الله يسعى لإفادة إيران أو لإيهاء نعمته الذين هم في حاجة ملحة إلى بيع نفطهم لتغطية مصاريفهم، وواحدة منها تكلفة حزب الله. والأنكى أن نصر الله يربح اللبنانيين جميلة على ما يفعله وأنه يعمل من أجلهم ويظهره وكأنه كرم حاتمي من إيران. أيضاً هناك أمر أساسي يجب أن ندركه، وهو أن نصر الله منذ اليوم الذي ألغى فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران وضاعف العقوبات عليها، ونصر الله يسعى لإشراك إيران في مشاريع في لبنان توفر للبلد المحاصر عملة صعبة، ويمنن نصر الله على الشعب اللبناني من عطاء وكرم الإيراني الذي يسعى لحل مشاكله. والحقيقة أن الأمين العام يجتهد لحل مشاكل إيران المخنوقة بحبل العقوبات ولو على حساب لبنان وشعبه. إيران تسيطر على الأرض والمال والعباد. هدى الحسيني تقول أن سعي نصر الله هو لمساعدة إيران على حساب ما تبقى من مال في لبنان. وللتذكير فقط، اعترفت إيران بأنه تم إغلاق محطة بوشهر النووية لعدم سداد الديون المستحقة لروسيا، لذلك نرجو ألا يستورد نصر الله نفطا إيرانيا أكثر من حاجة لبنان له.
حتى يوفر البنك المركزي اللبناني ما تحتاجه إيران لسداد ديونها إلى روسيا. نشر صحيفة لوفي غارو الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على تصاعد حدة المحادثات غير المباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، وقالت الصحيفة إنه بعد بذل جهود للتوصل إلى الاتفاق الذي انسحب منه ترامب في 2018 كان الأوروبيون يأملون في عودة واشنطن إليه وإقناع طهران باحترام التزاماتها الدولية مجددا، لكن فرصة الانفتاح هذه التي أتاحها انتخاب بايدن بصدد التضاؤل بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. أعلن الرئيس الإيراني الجديد عن نواياه حين أكد أن طهران لن تتفاوض من أجل التسلية. منذ ذلك الحين تضاعفت الإشارات السلبية على الرغم من أن الرئيس الجديد لم يتسلم منصبه بعد. انتهى يوم الجمعة أجل الاتفاق المؤقت بشأن عمليات التفتيش النووي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران دون أن يمدده النظام الإيراني. وعلى الرغم من أن اللهجة التصالحية الجديدة لواشنطن مكنت من استئناف المحادثات، إلا أنها لم تؤدي إلى تغيير المواقف الإيرانية. تطالب طهران برفع جميع العقوبات مسبقاً، وهو شرط من المستحيل على البيت الأبيض قبوله، كما حذر رئيسي من أنه سيرفض أي تمديد للحوار حول الأمن الإقليمي وبرنامج الباليستي. وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت المحادثات التي كان من المقرر أن تستأنف مطلع تموز ستصمد أمام هذه المستجدات، فحتى الأمريكيون المتفائلون إلى حد ما حتى الآن يطرحون تساؤلات حول ذلك. منذ بدء المفاوضات مع إيران في 2003 لم تتوقف المسيرة نحو صنع القنبلة النووية أبداً، وبالكاد تم تأجيلها بسبب الاتفاقات والتسويات. وقال أحد الدبلوماسيين إنه أثناء التفاوض في فيينا والنقاش حول التفاصيل الفنية يمضي البرنامج قدماً في إيران، ويخشى البعض من أن يستغل الإيرانيون الصيف للارتقاء بالبرنامج النووي إلى مستوى جديد. لوفي غارو تختتم تقريرها بالقول إن وصول رئيس محافظ متشدد في الوقت نفسه في إيران ينظر إليه على أنه خليفة محتمل للمرشد الحالي علي خامنئي لا يصب في الواقع لصالح تقييد طموحات إيران النووية. بعيدا عن السياسة، في خبرنا اليوم أجبر طفل بريطاني لم يتعدى 7 من عمره والده الطبيب على بيع سيارة العائلة لتسديد فاتورة قيمتها 1300 جنيه استرليني استهلكها ابنه خلال لعبه خلسة لعبة الوحش الأسطورية على هاتف الأب. وفي التفاصيل، صدم الطبيب محمد معتز من ويلز بعدما تلقى على هاتفه الخاص فاتورة بقيمة 1300 جنيه استرليني بعدما أجرى ابنه آشاز سلسلة من عمليات الشراء من دون قصد أثناء لعب نسخة مجانية من لعبة الوحش الأسطورية. وقال الأب إنه اعتاد أن يترك هاتفه لطفله الصغير لممارسة ألعاب الفيديو، ولم يعتقد إطلاقا أنه ستكون هناك مشكلة في أن يلعب آشاز لعبة التنين، بما أنه لا يسمح بممارسة ألعاب غير مجانية. ويرجح الأب أن ابنه حفظ كلمة المرور الخاصة بالهاتف أثناء النظر من فوق كتفه، موضحا أنه اكتشف أنه تم تحصيل رسوم مقابل اللعبة بعد تلقي 29 إيصالا بالبريد الإلكتروني لمعاملات تتراوح من 1.99 جنيها استرلينيا إلى 99.99 جنيها استرلينيا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.